اسمك ايه؟ عبد الرحمن. وانت؟ ادم الشرقاوي. انا بيضحك قوي. ليش بقى كده؟ بص ده بيجي لي كده. هتتوتر ليه؟ اول مره اطلع حاجه زي كده. وانا مطلعك فين يعني؟ حيوان. حيوان ايه؟ استنى ايه بس؟ خدت القصه؟ اه طبعا يا اخويا. والنبي اتوكس انت يا ام مالك بتبص على مين؟ على صاحبتي. مش عارفه رايك. مش هتوه يا اختي. مش هتوه. ايه ده انت فين؟ انت جاي منين؟ Where are you from؟ كايرو. أسانيس. تخلي جوزك يتجوز صينيه؟ لا طبعا. ليه؟ تتجوزها ليه؟ ما انا موجود. ايوه ما هو لو حب يتجوز تاني يعني. لا ما اتجوزهاش. اتجوزها ليه؟ دي الصينيه دي هتبقى لهلوبه كده في البيت وتغسل لك وتعمل لك حاجات حلوه. لا انا هبقى اعمل له كل حاجه. وانتي؟ لا طبعا ما اقبلش ان هو يتجوز اي واحده خالص. اي واحده خالص؟ يعني انت خلاص هتبقي عامله له كل حاجه؟ مش هيبص بره؟ ايوه. سلمى انت بتهتجدها نكدب من اولها؟ والله لا. فكر ايه عيوب الست الصينيه اللي انت ممكن تتجوزها؟ مش فاهمه عاداتنا وتقاليدنا. ايه مش فاهم كده بقى. خدها بقى تربيها بقى. اربيها يا كلبه. ايوه يا معلم. تعلمها طاعه وشراسه. لو مثلا مراتك الثانيه عملت لك حاجه تقول لها بسك عليه. طعمها جنج جنج جنج. بغني لها كمان بالصيني. بغني كده بالصيني؟ نيها وانا منجاره مش عارف ايه كده هبل. انت كنت متجوز مصريه وتتجوز عليها صينيه؟ ما لو عرف بقى مش هعرفها يعني. اصل بوس. انت عارف يعني. طب انت هتفضلي الراجل الصيني ولا الراجل المصري؟ لا المصري. حتى لو بتفهم الصيني؟ حتى لو بفهم الصيني. بس الراجل المصري انت خلاص. انت عندك عريس ولا شوف لك؟ لا شوف لي. لو عندك عبد مجيد. ايه؟ بابا مش هيرضى. طب وانت اتجوز واحده صينيه؟ لا. ليه؟ ثقافتها مختلفة عن ثقافتنا. انت مثقف قوي. لا. شو انت ممكن تتجوز واحدة صينية على مراتك؟ لا طبعا. ليه ده؟ طبعا ده من ضمن ان انت مش عايز يعني حد غير مراتك. يعني اتعامل معاها ازاي دي؟ انت مشكلتك في التعامل. لا لا ده مشكلتي في التعامل. انا اتجوز شغال على مراتي. شغال على مراتك؟ انت لسه ما اتجوزتش يا شادي يا احمد. جيل ابن كلب والله. انت شايف ان الصينية تبقى امورة؟ ممكن انها تبقى امور. ده كلهم شبه بعض. شوف يعني ممكن تبعت لك اختها النهارده بتاع وانت برضو زي القفا هتلبس. الصينيه دي هتجيب لها مهر ايه مثلا؟ علبة كشري. ما ده علبة كشري. تخيل بقى المصريه هتجيب لها علبة كشري هتروح رازعك بيها. طبعا هتقعد تضرب. قولي لي يا سلمى جوزك لو اتجوز عليكي واحده صينيه هتوافقي؟ لا. ليه؟ عشان شبه بعض. انت عارفه لو شبه بعض ده هيبقى موفر اقتصاديا ليه؟ يعني ممكن يتجوز كل يوم واحده صينيه وهي هي المزه. صح؟ وانت بالنسبه لك هي المزه وانت مش هتحس بحاجه. اتجوز واحده اجنبيه. اوروبيه. يعني لو اتجوز اي واحده ثانيه انت هيبقى بالنسبه لك عادي؟ لا انا هقول له لو مش عاجبك طلقنا. طلقني طلقني. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على مينا مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فين خير الدنيا يا غدارة غدارة بتغر كل يوم بينا دارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا. متهيألي برضو الناس متفقين معانا واحنا متفقين معاهم. وزي ما الحلقه بتقول هنجوز الشباب بتوعنا لبنات صينيات والكلام ده ما يخشش دماغي بتعريفه. نطلع نشوف